بعد الصلاة هل يجوز له أن يرفع يديه بالدعاء، أم أن هذا الأمر يعني خارج، يعني أن رفع اليدين فيه كلام مثلا أو فيه نهي أو عليه نهي؟ لأن يقول أن هناك من قال له أن هذا لا يجوز. هو رفع اليدين في الدعاء هذه فعله هكذا في الدعاء هذا من آدابه، وقد هذا على الجملة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. فهذا من هذا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أدب من أدب الدعاء ورفع الأيدي. لكن في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مواطن دعا فيها لم يرفع فيها الأيدي، منها دبر الصلاة. دبر الصلاة هناك أذكار تذكر وهناك أدعية مطلقة تدعى أيضا. فأما في الأذكار هذه من تسبيح وقراءة المعوذات عن الإخلاص والمعوذتين والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يذكر الإنسان بها من غير أن يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء بعد ذلك أن يزيد دعاء له هو يريد أن يدعو بشيء في خاصة نفسه يطلبه ويتمنه على ربه، وأراد بعد في أثناء ذلك الدعاء أن يرفع يديه، فلا مانع من هذا. الله أعلم.